السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنعملو واحد الطاجين ديال الحوت ديال الشطون، طاجين جبلي مغربي. عندنا نعم سيدي الشطون ديالنا، هادو محيدين العظام، هذا العود ديال الكرا ديال المعدنوس والقزبور، وهذا عندنا القزبور مطحون اللي غنشرملو به هاد الحوت هذا، وهذه غنديو منها غير النص، مغنعملوها شي كاملة. عندنا جوج ديال المطيشه وعندنا بطاطا، ايوا غادي نعملو الطريقه ديالنا. دابا نقشرو هاد البطاطا ان شاء الله دغيا بالخف باش منطلوش عليكم. شحال من طواجن عملنا ياه اللي كنت صغير، عندي 5 سنين، عندي 5 سنين ولا 6 سنين، وقلت انا غادي الوالده مشات للغابه تجيب الغابه الكسيبه، انا قلت غادي نوض نعمل غدا لخوتي باقيين صغار، انا كنت الكبير ديالهم. نوض جبرت واحد البيضه، مشات البوطه، خصك تقولوا لي فاش عملتها في الطبسيط ديال الكومه ديال البلاستيك. هرز ديك البيضه، شعلت البوطه، عملت الطبسيط ديال البلاستيك، وعملت البيضه في وسط الطبسيط البلاستيك، وكبيت عليها الزيت. البلاستيك من يسخن دابا توصل دابا وطع البوطه، وقالت لي غير البيضه على الراس ديال البوطه، واخا هنا كنزيد ديك البيضه ونقلتها في التوصيل ديال القزدير. ايوا قضينا الشغل، تغدينا بها ديك البيضه، جينا عليها شويه د الزيت وكلينا. شتي جي الحداقه فينا هي، هذه هي الحداقه. البطاطا نطولو شي عليكم، ها البطاطا ديالنا قشرناها، البصلة حتى هي مقشرة ان شاء الله. ها الطاجين ديالنا، هاياك الطاجين ديال الطرب مغسول، حتى هو عندنا مغسول. دابا نشبرو هذا، غادي نستفوه بحال هكدا. قولوا لي علاش كنعملوا هاد العواد ديال المعدنوس ولا ديال القزبور، علاش كنعملوهم في القاع، علاش هادو كنعملوهم في القاع؟ علاش؟ حيت باش ما يتحرقناش الطاجين، حتى للتحرق لصق ديك الشيء كيلصق غير هاد القاع، غير هاد العواد هادو اللي كيلصقوا. هاي ديك بحال هيدا، تشوفوا بحال هيدا هي الطريقه. هاي دابا غنجيبو واحد مطيشه وحده ان شاء الله، نحيدو له هذه، غنجيبو واحد مطيشه نعملو له هيدا. لا حشمنا طواجن ان شاء الله غيطلع مزيون. دابا غادي نستفو هادي هيدا، هيدا التستيف ديالها بحال هيدا، ها شتو، ها هدا التستيف ديالها، ها هي بحال هاد الطريقة هادي. دابا غنجيبو البصلة ديالنا، غادي نقطعوها ديال دائرات مدورة، ها هي. قال لك اودي الواليدة واش كاين شي ماكلة؟ اش من الواليدة الله يهديك. انوض صاحبي فاكر اعمل راسك، انو هذي كون راسك صاحبي، لخطاتك الوالدة تبقى مضر ولا انوض نتينا راسك وطيب. نعم اسيدي اعمل شي طويجن ولا شي قميلة ولا شي مقلة، قل الوالدة اجي يا الوالدة، ها اجي تاكل. الوالدة ما غتفرحش، غتفرح مسكينة وتقولك الله يرضى عليك. اول حاجة نتينا ديتي الرضية ديالها، ثاني حاجة طليتي فيها وفرحتيها. اشوي انا غنبدا نبكي، اشوي غنبدا نبكي شي قصح، شحال نبكي على شي حاجه. البصله كتبكي، هاي داك
على إذا نعم سيدي. ها هي ها. علاش ما بغيناش يعني نعملو حنا البصلة للقاع؟ حيتاش البصلة دغيا كتحرق، مطيشة لها مطيشة كتطلق الماء ما غيتحرقلناش الطاجين ديالنا، غيطيب يطيب على الكانة ديالو ولكن غيبقى كيما هو. باقي حتى هي حتى البطاطا هادي غنقطعها حتى هي على شكل دائرات على هيدا هيدا. البطاطا ديالنا بحال هيدا ها لكن شي حد كاع هنايا تقول لي ودي هادشي ماشي هو هذاك، لكن شي حد كاع تقول لي ودي هادشي اللي عملتي ماشي هو هذاك، ماشي كيعملوا هيدا. لكون انا غلط فهمونا. الله تقطع البطاطا واش هيدا ولا هيدا الله اعلم، ولكن هذه الطريقه ديالي انا باش كنقطع البطاطا بحال هيدا. هذه هي الطريقه ديال التقطيع ديالي هذه. نستوى حتى هي هنا كتستف على الطريقة هذه هايدا بحال هايدا شتوها هايدا نزيد غير هذه الصغيرة، هذه الكبيرة وراك هذه ما نزيدهاش صافي غير هادي. هذا الطاجين عائلي يعني ماشي لواحد ولا لجوج، هذا الطاجين عائلي. شوفوني عملت هادشي البطاطا غتقولو اه مالو، هذا الطاجين هذا عائلي ان شاء الله يا ربي. صافي احنا دابا هذا ديالنا مسالين هيدا وهيا هاي. دابا هذا ملحة فاطمة، هاني ملحة نعمل واحد شوية الملحة هذي كيما كتبغيتي هو صافي. عملنا واحد شوية باش ميجينا شي بطاطا مسوسة. دابا شنو غنعملو؟ غنعملو هنايا خويا هاد الحسن، نعمل واحد شويه د الملحه هايدا، نعمل واحد شويه ديال الزعفران نعمل الكيمون، كيمون واخا كتر ماشي مشكل، الكيمون مزيان الحوت بزاف. شويه د هاد الحمراء هايدا، شويه ديال الزيت فين ديك السيكيره ديال الزيت هايدا، شويه ديال الزيت الشعر اللي عملنا هنايا غادي نخلطوه، نخلطوه مرة كاملين بحال هايدا. نزيدو واحد شوية د الزيت، شوية ديال الزيت هايدا ديك الزيت لا زدناها يجي للطاجين. شحال من واحد دابا كيجبر لك وحده مور وحده وكيشرب لها وكيعملها في الطاجين، لا انا غادي نعمل لها هيدا. هادشي غنعمل له بحال هيدا ها، نطيح الشرموله ديالنا كامله هيدا شتو بحال هيدا هيدا. الشعاب اللي نخلطها مع الحوت بحال هيدا هيدا. اذا هادو محيدين العظم محيدين كلشي، ولك اخر يمكن يقول لك غادي تعجنهم، ما يتعجن والو والو ما يتعجب
بعد غتشبر هايدا، بعد غتشبر هايدا بحال هايدا، وغتلصق وحده بوحده، وغتعمل هايدا على الطاجين ديالك. نعم اسيدي، بحال هايدا هايدا بحال هايدا، تشبر هايدا وتعمل هادي وهادي هايدا، صافي تنجز للطاجين. دابا بقاو معنا حتى نرجعو معاكم، نستوهم كاملين ونرجعو معاكم ان شاء الله، ما نطولوش عليكم. دابا كما كتشوفوها حنا عندنا الحوت ديالنا كامل عوضناه، كما كتشوفو ديك القرعه ديالنا ها هي قطعناها هايدا على الشكل هذا بحال الفريت. غادي نعدلو له بحال هايدا، شوفوا الطريقة ديالي هذه، ماشي ديال شي واحد، هذه أنا فكرت نعمل لها هيدا، أنا فكرت نعمل لها بحال هيدا. ها بحال هيدا، حيتاش هذه دغيا كطيب، ماشي بحال البطاطا، هذه دغيا مقطع برقيقة دغيا غطيب هذه. اش كتجي هايدا على الشكل هذا، هايدا بحال هايدا بحال هايدا، بحال هايدا بحال هايدا بحال هايدا. طاجين د العشاق، طاجين د العشاق هذا. دابا انا هاد المطيشه هادي غادي نقطعها على شكل دائري، عاود هاهيدا شفتو عملنا واحد المطيشه في القاع، ودابا غادي نعملو واحد المطيشه من الفوق، ضروريه خصك تعملها كتزين الطاجين شي حاجه، وكنعطي شويه ديال المرقه ديالو. هذيك اول حاجه هنايا وحدها فينا، هذا غادي نحلو لها هنا كيما كتشوفوا، بحال هيدا 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 ها سيدي. شوية ديال مليحة هايدا، صافي صافي. دابا زيت العود، زيت الكحلة، زيت الزيتون، بحال هايدا شوش ما شاء الله، شوش خليكم ما تقولوا لي شي واش كيشحي. هذا واحد طروفة ديال القزبور، نقولوا لهم بحال هيدا، كرواو نخلقوه طاجي الرومانسي موالو. ها كيما كتشوفوا، يلا قولوا لي النظره ديالكم. صافي يلا بقاو معنا ما تمشيو فين حتى نشوفوا الطريقه كيفاش غيخرج الطاجين ان شاء الله 100% غيجي كيشحي. يلا ما تمشيو فين، هانتوما سيدي هاد الطواجن ديالنا وجد. يالله بالصحة والراحة والشهية طيبة إن شاء الله، يالله بصحتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.